تحديات الأسبوع الثامن للسيزون الرابع صاروا جاهزين معنا يا شباب إن شاء الله. وبهذا الفيديو نفسه بنهاية الفيديو رح لكم عن أسماء الفائزين اللي ربحوا بعشرين دولار اللي هو لكل شخص $10 إن شاء الله. وبعد منه رح نزلكم فيديو منفصل عن أماكن إكس بي للأسبوع الثامن. مثل كل فيديو أو كل أسبوع بيكون معنا أماكن إكس بي بيكون معنا تحديات أسبوعية. فلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. اولا بحب اتشكركم على 17,000 اخ وصديق عندي بالقناه. انا يمكن صلي متشكركم شي 3-4 مرات بس فعلا شكرا لكم يا شباب على 17,000. يا ريت نوصل 20,000 قبل نهايه السنه. فاذا انت اول مره عندك تشاهد فيديو على القناه اشترك بالقناه فعل زر الجرس ليوصلك كل جديد وكود دعم بالايتم شوب نيمو 9 اللي ظهر امامكم لو حابين تدعموني فيه. شكرا لكم يا شباب على الدعم الخرافي بالايتم شوب بتشكركم جدا. خلينا نفوت على تحديات الاسبوع الثامن. بعد منا لكم اسماء الفائزين ولعلن عن سحب عن جيف اواي جديد على $20 ان شاء الله. بالنسبة للأسبوع الثامن يا شباب هو عبارة عن 8 تحديات وفي بيناتهم تحدي واحد بيطلب منك جروب مع أصدقائك، يعني تكون تساوي مع أصدقائك لأنه فعلا التحدي بده كتير وقت. بالنسبة للتحدي الأول من تحديات الأسبوع الثامن إن شاء الله رح يكون معنا، مطلوب منك إنك تفتح 7 شيست بمنطقة سويتي سنت. منطقة سويتي اللي ظاهرة أمامكم اللي هي يعني الشاطئ أو الرمال المملحة بتقولوا عليها بالعربي. فهي المنطقة يا شباب بيطلب منك تفتح 7 صناديق شيست بهذيك المنطقة وتخلص التحدي. التحدي سهل الأول والثاني. والتحدي الثاني بيطلب منك تجيب 5 كلات بمنطقة ستارك اللي هي منطقة ايرون مان. كل عليك انك انت تنزل بمنطقة ايرون مان وتدير بالك من البوتات لحتى يذبحوك وتخلص هذا التحدي. تجيب 5 كل هنيك تذبح 5 وتخلص هذا التحدي. وهذيك المنطقة فيها تحدي ثاني كمان لازم تساوي فبتعمل تحديين بنفس الوقت. هلا بقلكن عليه. بالنسبة للتحدي الثالث، التحدي الثالث بيطلب منك انك انت تسوق السيارة عن طريق الريفت. الموضوع بسيط جدا، بتروح بتاخد اي سيارة. طبعا انا رح احاول اجيب لكم هلا فيديو تفصيل يعني اماكن الريفتات كلياتها وعن اماكن شلون تاخذ السياره وبتروح بتطلع بالريفت. بيطلب منك انك انت تاخذ السياره وتطلع بالريفت وتنزل من السماء بالسياره. بس هذا هو الموضوع. انا لا طبعا رح اترككم مع مقطع صغير بورجيك جميع اماكن الريفت وجميع اماكن السيارات لحتى تقدر تخلص هذا التحدي. وبالنسبة للتحدي الرابع، التحدي الرابع هذا سئيل شوي وهيك في شغلات غريبة كتير ما بعرف شو هي. التحدي هذا يا شباب بيطلب منك انك انت تجيب 5 كلات انت وناطت بالهواء، يعني كل عليك انك انت تجيب كلاية وانت ناطت من الهواء. لو كان معك شوتجان حاول ابني على درج اطلع من الدرج، نط من على الدرج وانزل على خشم واحد وجيبه بالشوتجان لحتى انت تكون طاير بالهواء. ما لازم تكون لامس شيء، لازم تكون طاير بالهواء لحتى تخلص هذا التحدي. بيطلب منك 5 كلات لحتى تقدر هذا التحدي. انا لا طبعا لحضركم مع مقطع بسيط بورجيك كيف تساوي هذا التحدي، لانه انا فكرته الصراحه غريبه يعني ما كنت انه افهم شلون هيك بدك تساوي. في بعض الناس ما حتعرفه يعني مو جديد من نوعه يمكن معنا بهاي السيزون او هذا الشابتر بشكل عام. فانا لحضركم مع مقطع صغير بورجيك كيف تساوي هذا التحدي. بالنسبة للتحدي الخامس، التحدي الخامس هذا اللي قلتلكن عليه بالتحدي التالي اللي حتحتاجوه بمنطقة ستارك نفس الشي تبع ايرون مان. هذا التحدي يا شباب بيطلب منك تجيب 35 هيد شوت،
يعني ضربة راس بمنطقة دومز أو منطقة ستارك. لمين؟ للهانشمن طبعا. كل عليك أنك أنت تروح على منطقة ستارك تبع أيرون مان أو تروح على منطقة دكتور دومز اللي هي بليزنت بارك سابقا اللي صار اسمه دومز دومين تقريبا. كل عليك أنك أنت تجيب 35 هيت شوت براس الهانشمن بهدول المنطقتين. الموضوع بسيط ولكن رح يحتاج منك وقت كتير. يعني طبعا بدك تنزل تجيب الهيت شوت فقط، هيت شوت ما بنحسب أي شيء تاني. بتجيب هيد شوت بالهانشمن تبع دومزو تبع ستارك او تبع ايرون مان، وهيك انت بتخلص هذا التحدي. والتحدي ما قبل الاخير بيطلب منك انك انت تزور 5 اماكن بنفس الجيم مسمية كبيرة. يعني الموضوع بسيط جدا ولكن بده شوية شغل. الموضوع هذا يا شباب او هذا التحدي بيطلب منك تزور 5 اماكن مسمية، يعني مثلا مثل ليزي، ريتال، بليزنت، ديرتي، اي مكان مثل هدول مسمى كبير، وتزورهم كلياتهم بجيم واحد، يعني ما بصير تعملهم كذا جيم. طيب كيف بدك تساوي هذا التحدي؟ باسهل طريقه وببساطه جدا مشان ما تصعب على حالك الموضوع. مثل مزار امامكم هاي الصوره يا شباب، هاي الصورة كل عليك انك انت بتاخذ الطيارة عند منطقة ميستي اللي فوق منطقة ميستي، بتاخذ الطيارة بتروح على منطقة ميستي، بتنزل بالطيارة على الارض وبتطلع، بتروح على منطقة كيتي، بتروح بتنزل بالطيارة وبتطلع، وهكذا منطقة ليزي، منطقة ريتال، منطقة ديرتي. الموضوع بسيط وخلصنا التحدي. وانا رح ادركك مع مقطع صغير بورجيك كيف تساوي التحدي، ولكن كمان عن طريق طيارة تانية ومكان تاني. هيك صار عندنا طيارتين وصار عندنا مكانين مشان تلحقوا تخلصوا هذا التحدي بكل سهولة وبكل بساطة. بالنسبة للتحدي الأخير، التحدي الأخير بيطلب منك 15,000 دمج بالأسولت أو بالسنايبر أنت وأصدقائك عادي. هذا التحدي كيف بيصير يا شباب؟ التحدي هذا بيصير عن طريق أنك أنت طول الجيم أو طول الوقت، يعني من هون لنهاية السيزون، لازم تجيب 15,000 دمج بالسنايبر أو بالأسولت، يعني بالرشاش أو بالقناصة. كل عليك انك انت تجيب 15,000 دمج. بتقدر تساوي هذا التحدي لحالك لو انت معرق وتضل عم تلعب لحالك كتير، فكل عليك تاخد اسولت وسنايبر وتجيب فيها دمج ل 15,000. لو انت بتلعب سكواد كتير مع رفقاتك كل ما يجيبوا دمج بالموضوع هذا، يعني بالاسولت او بالسنايبر، بنحسب الدمج الك وبنحسب لاخوك اللي جاب الدمج وبنحسب للتين التانيين اللي معكم بالسكواد. هذا هو التحدي يا شباب. التحدي شرحت لكم اياه بالتفصيل، سهل جدا وبسيط لو انت بتلعبوا مع السكواد، وبيخلص بيوم او يومين، يعني 15,000 دمج مو كتير. وبالنسبه للجيف اوي يا شباب، هلا مبدئيا خليني اعلن عن اسماء الفائزين للجيف اوي. اسماء الفائزين طبعا مثل العاده، فوت على الموقع بحط رابط الموقع هذا وبحط رابط الفيديو، بعد منه بحط البحث وبيطلع التعليقات. التعليقات مثل مظاهر امامكم 208 تعليق، وهن فعليا 208 تعليق، بس انا رح اعمل فلتر لانه في ناس عامله تعليقات كتير ومشان ما يكون في ظلم لبعض الناس، فالتعليقات كانوا 86 بعد الفلتر. بالنسبه لاسماء الفائزين، الاسماء الفائزين يا شباب، اول واحد باسم جيجي بلاير كاتب جيجي ان شاء الله افوز، اتابع كل فيديوهاتك. فعلا شكرا لك يا اخي على متابعتك لكل فيديوهاتي وتعليقك على الفيديوهات، شكرا لك يا اخي ومبروك لك العشرة دولار. وبالنسبه للفائز الثاني، الفائز الثاني باسم جو كيري كاتب اول مره اشاهدك مبدع
اسطوره ربحني تكفى. جو كيري ما بعرف انا هذا اشترجمت اسمه فضول يعني من ورا هذا الاسم، عم طلع باليوناني معناته اذهب الى الرعايه او ذهب الرعايه هيك شيء باليوناني، فما بعرف ممكن تكتب لي شو معناته الاسم. فجو كيري او جو كيري يعني هيك هي قراءه باليوناني. شكرا لك يا اخي على تعليقك ومبروك ال10 دولار. والشباب اللي ربحوا يا اخي بتمنى منهم انه يتواصلوا معي على الديسكورد مشان سلمهم ال10 دولار. بالنسبه للجيف اواي الثاني، الجيف اواي الثاني مو مطلوب منك اي شيء غير تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتحط لايك، تكتب كومنت حلو برايك، لانه رايك هو اللي رح يحط هذا التعليق وهو اللي رح ياخذ الجيف اواي، لانه رح اعمل سحب على الاسماء او التعليقات بشكل عشوائي. فكل عليك انك انت تعمل هالاشياء هي، بتستخدم كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 والموضوع بسيط جدا، وهيك انت ان شاء الله بيدخل اسمك بالسحب، وعن طريق التعليقات العشوائيه بيطلع اسمك عن طريق البرنامج. ولو حابب تجي تدعمني كمان على الفيسبوك على البث المباشر نيمو 3 او اللي ظاهر امامك، او بتلاقوا الرابط تحت بالديسكربشن، يا ريت تجي تنورني على البث المباشر. وشو ما بدك يعني بنلعب مع بعض، وبنلعب احيانا كرياتيف، بنلعب سكواد لوبيات كل واحد شوي او كل 3 اشخاص شوي، فبتنوروني على الفيسبوك. شكرا لكم يا شباب، ولا تنسى تعلق وتحط لايك وتشترك بالقناة مشان يدخل اسمك السحب على هذا الفيديو. السحب بيكون على هذا الفيديو. مبروك لجيجي بلاير وجو كيري او جو كيري يعني، مبروك لكم يا شباب. تواصلوا معي على الديسكورد وبرعاية الله.